نعم بالفعل، هذه الجلسة هي جلسة مزدوجة. إسرائيل طلبت انعقاد الجلسة، وأيضا فلسطين طلبت انعقاد الجلسة من خلال العضو العربي في مجلس الأمن الجزائر. طبعا إسرائيل وحلفاؤها تريد أن تركز هذه الجلسة على المحتجزين الإسرائيليين من قبل حماس في غزة، بينما يريد العرب والفلسطينيون أن يتركز النقاش على الوضع الإنساني الكارثي في غزة وفي الضفة الغربية. سفير سلوفانيا سامويل زبوغار ودولته المعروف عنها اعترافها بدولة فلسطين مؤخرا، ومعروف عنها مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار في الأراضي المحتلة مع إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس، بعث بقائمة متحدثين في هذه الجلسة إلى 15 دولة الأعضاء، ولكن بعد ذلك تم إجراء تعديل وإضافة اسمين آخرين من قبل روسيا. هذه المرة الأول دكتور طبيب اسمه إفرات برون هارلي، وهو مدير مستشفى شنايدر للأطفال، وكذلك يولي نوفاك وهو إسرائيلي ومن دعاة حقوق الإنسان وناشط في هذا المجال، وكتبت منظمته بتسلم مؤخرا تقريرا عن طريق معاملة المعتقلين الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية. أرى أن الجلسة بدأت، ولكن ما نتوقعه من هذه الجلسة هو ترديد الغالبية العظمى للأعضاء من الأعضاء المطالبتهم بوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 2735 وشجب قوي لقتل 6 محتجزين إسرائيليين في غزة تتراوح أعمارهم بين 23 و40، وأيضا شجب رفض حماس السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر برؤية المحتجزين والاطمئنان عن أحوالهم والإعراب عن القلق العميق حول كيفية معاملة سلطات الاحتلال للمعتقلين الفلسطينيين، وأيضا حول العمليات العسكرية الإسرائيلية الكبيرة في مناطق متعددة من الضفة الغربية. ما لا نتوقعه حسين من هذه الجلسة هو صدور أي بيان أو قرار أو أي نتاج عنها يساعد في تهدئة الأمور في اتجاه وضع نهاية للوضع الكارثي المتأزم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا نتوقع أن يتحدث أحد بتاتا مدافعا عن حماس وعن هجماتها في 7 أكتوبر. ستكون جلسة يشوبها التوتر وتلاسن بين خاصة السفير الإسرائيلي والسفير الفلسطيني، ولكن لا نتوقع أي نتاج يساهم في إيجاد الحل ووضع نهاية لهذا الأزمة الإنسانية في القطاع.